بطولة خليجي 25 قلت انه كان حلمك تغني بالافتتاح. شت وحلمي اخدم البلد يعني بدون اي مقابل. كل شيء لا اجور ولا شيء. انه شلون تحقق هالحلم؟ انت قلت انه يعني دعيت من ال دعيت من الـ من الكادر كله يعني ما راح تختلفوا الناس. فنزلت ملعب الميناء تحياتنا للبصرة واهلها. نزلت يعني غصبا عليهم لا لا شنو غصبا لا برضاتهم لا يعرف غصبا عليهم شلون وبرضاتهم الكادر تحياتنا لابو حيدر ما شفنا انه هيك كان ظهورك خجول يعني محمد فرحان المحترم هذا صاحب الموقف المشرف كل الكادر الرياضي نزلت بزي السندبات يعني ما غنيت لا لا ما غنيت ركضت راكضه ما صايره والناس تفاعلوا ولا عريض ولا شوف ذاك الوقت أيوة. زين انت بوقتها قلت انه يعني نسيت الامام موسى الكاظم عليه السلام حتى بوقتها قلت ان شاء الله انه تحقق امنيتي واروح اغني بالملعب بوقتها انتقدوه وتحققت وكذا انتقدوه والانتقاد بناء موجود يعني لا قالوا انه يعني شلون يعني يعني ينخى امام على مود يسوي معصيه اللي هي الغنى هاي عقول يعني بعض هاي بعد انا كل ما انا اليوم اذا عندي شغله انخي الله واهل البيت وانا التوفيق يعني هذا احنا بوابه عرب صايره عندنا يوم عنده شغله يتوجه اذا ساعدون الغنى يتعارض مرات ويا معتقداتك الدينيه ويا لا لا ما له انا ما عندي شيء الرجال هذا مجالي يعني وما هو فنه